واللي ممكن ياخد باله الاسبوع اللي فات <applause> الكنيسه كلمتنا عن انجيل البركه والنهارده بيكلمنا الانجيل عن يقول لنا اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي فعايزين نركز مع بعض يا احبائي النهارده في هذا الصباح ما بين الطعام البائد والطعام الباقي الطعام البائد كل ما هو للعالم ليس له وجود وجوده وقتي العالم أنا وأنت عايش فيه وقت معين ولكن الوقت ده محدد بيوم ميلادك وربنا يديك طول العمر يوم انتقالك في هذه الفترة هي فرصة ربنا أعطاها لنا لكي ما نفرق ما بين ما هو بائد وبين ما هو باقي البائد وقتي زي مثلا اقول لكم مثل واحد يملك شيئا من المال والحقيقه هو لا يملكه هو عطيه من الله فربنا اعطاه هذا المال لكي ما يستخدمه لمجد الله ولكن حينما يخرج من هذا العالم لا ياخذ منه شيء لكن الذي ياخذه من هذا العالم اذا استخدم هذا المال لمجد الله وقدم القليل منه او الكثير منه لمجد الله الطعام البائد هو انك تجعل من هذا من العالم الذي انت تعيش فيه وقت معين تجعل منه ما يؤثر في حياتك في حياتك ولكن الحقيقه الكنيسه بتعلمنا ان احنا ان كنا نعيش في العالم والعالم لا يعيش فينا بمعنى ان احنا نؤثر في العالم والعالم لا يؤثر فينا وعشان كده الانسان الروحي اللي يحيا لاجل الطعام الباقي لا يتاثر بالعالم لانه يعلم تماما ويتاكد تماما ان كل ما في العالم هو بائد بائد حاجه تانية مثلا ممكن الانسان في العالم ربنا يسمح له بمكانه اجتماعيه ممكن يستخدم هذه المكانه لمجد اسم الله ويمجد ربنا وممكن يستخدمها ويجد ذاته ولكن هذه المكانه الاجتماعيه وقتيه بمعني انه عاش في العالم بهذه المكانه وهذا الوضع المعين وحينما يترك هذا العالم لا وجود لها في العالم الاخر. نقدر نقول الطعام البائد كل ما في العالم كل ما في العالم عشان كده الكنيسه توصينا لا تهتموا بالعالم لا تهتموا بالعالم ولا بم ولا بما في العالم، العالم كل ما فيه بائد وليس له وجود والمفروض اولاد الله واولاد الكنيسه زي ما الكنيسه نحن غرباء عن هذا العالم. نحن غرباء عن هذا العالم. أولاد ربنا من وقت ما نالوا نعمة المعمودية صاروا أبناء الله بالتبني. وصارت لهم حياة ووجود إن كانوا موجودين في العالم لكن حياتهم بدأت من هذه من هذه اللحظة وقت ما خرجوا من جرن المعمودية وهو رحم الكنيسة وصاروا أبناء لله وصاروا من أجل الله في حياة وغربة في هذا العالم. لا اطيل في هذا الامر الطعام البائد لكن اود ان اركز معكم يا احبائي عن الطعام الباقي والطعام الباقي الذي يبدا هنا ولا ينتهي الطعام الباقي الذي به نحيا ونتحرك وجوه ونوجد الطعام الباقي الذي قال عنه ربنا وقال انا هو خبز الحياه في شخص ربنا يسوع المسيح هو الحياه التي بها نحيا ونتحرك ونوجد الطعام الباقي قال أنا هو الخبز النازل من السماء بمعنى هذا أننا ولدنا ثانية وصرنا أولاد الله الطعام الباقي نقدر نقول عنه بصورة شاملة كل الوسائط الروحية التي تعلمها لنا الكنيسة وتؤكدها لنا من وقت لآخر